البيرق يلا الشلفة تروح لهم 1500 ويخصم من فريق البيرق. يلا الطاقية الرابعة عندكم يا فريق اشتاد، تتحدون من؟ يا العمر والسلامة اللي قدامي. يلا تحدون فريق الشلفة، اشتاد يتحدى فريق الشلفة. الطواقي على الشاشة اعطونا اياها. اختار طاقية رقم 6. طاقية رقم 6 فيها حكم وامثال. والله ابى الخصم. من اللي بيمثل؟ والله كتب. ما هي تكرار. يلا بفتح لك من الجوال. قبل معاذيرته وانا معاذيره. ابو كليب عدد دقيقة. يلا اوكي. يلا. عيني سيد عشان يجيبوني في المحكمة بعد. خلاص بس اصبر اصبر. خليك مركز. يلا نزلوا على الشاشة يا جماعة الخير. ترى من فيك؟ خلاص عرفت. لا تبربر قل لي. يلا. لا انا عادي تسولف معي. يلا توكل على الله روح. أربع كلمات. الكلمة الأولى خبز. لا تبيع خبز على خبازة. خبز خبستي يا رجل. يلا الإجابة صحيحة. يا سهلة يا سهلة. خبستي يا رجل. أكلي. يلا الإجابة صحيحة كانت لفريق إشداد. اطربني اطربني تكفى تكفى اطربني. ترجع الشاشة الحين ونشوف القيمة. أبي مبالغ دسمة. يلا كم القيمة شباب أعطونا إياها. 2000 ريال. أعروني بعض الخوف أرهقتني الشجاعة. ما خسرنا من اليوم ما خسرنا. فوز 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 فوز. يلا أعزائي المشاهدين انتهينا من الجولة الرابعة والجولة الأخيرة الآن مع آخر 8 دقائق من هذه الفقرة نبيها سريعة مع فريق الشلفة وشداد وال